مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع ديال تهامي بناني آخر جلسة، التطورات اللي فيها، تناولنا الملف مع أستاذ علي زيان وكذلك الأم حياة العالمي، الأم ديال تهامي بناني، كانت بالرفقة ديال الأستاذة زين خيار اللي هي ملاحظة في الموضوع وهي محامية اللي كترافع وكتدافع في الملف بقوة. مشاهدينا الكرام، اليوم معايا عبد الصمد أسيح، حقوقي من المقربين، الأستاذة حياة العالمي والأستاذة زينب، ويتابع بدقة الملف. غنشوف معاه كيفاش شاف الجلسة ديال اليوم. أستاذي، كانت الجلسة حضرتي من الأول، السيد الرئيس سعة الصدر ديالو عطى رسائل قوية للرأي العام أنه أي حاجة محتاجينها في الوثائق وراء الإشارة سوف يبحث في الملف بدقة، سوف يستمع لجميع الأطراف، يطلب انه الدفاع لا ديال المعتقلين ولا ديال الحق المدني يساعدوه في معطيات باش يوصل الهدف الاسمى في الموضوع وتحقيق العداله. في الكلمه الاخيره اللي قال، القاضي ممكن ان يصيب وممكن ان يخطا، الى ساعدوه اكثر نقدروا نوصلوا لهذا الملف اللي نبينوا حقيقه العداله عندنا كيفاش دايره. يعني شيء جميل لسعه الصدر الرئيس. كاينه امور اخرى، الدفعات الشكليه ديال المعتقلين، كيفاش شفتي الملف بصفه عامه؟ وأولا كلامك كله في محله، لأن هذه الهيئة أبانت بأنها تأخذ هذا الملف على محمل الجد وبأنها مستعدة أن تذهب بعيدا للوصول إلى الحقيقة. فعلا رئيس الهيئة وجه مجموعة من الرسائل للمطالبين بالحق المدني ولعائلة المتهمين وللدفاع على أساس أنه هنا في ذاك المكان من أجل الوصول إلى الحقيقة والدفاع عن العدالة في هذا الملف. هذه النقطة اللي مهمة ونشدوا على يده. ثانيا أن هذه الهيئة احترمت جميع المساطر الإجرائية إلى درجة أنه عندما بدأ يناقش الدفعات الشكلية تذكر بأن هناك شهود في الملف وطلب بإخراج شهود من القاعة. شوف ما شاء الله، صراحة نحن جد مرتاحين في هذه المسألة، هذه لأننا اليوم هذا الملف بين أيدي أمينة ومتأكد بأن المسألة لن تطول وبأن ستظهر الحقيقة، لا محل في هذا الملف. بالنسبة عندما تمت بداية مناقشة هذا الملف وبداية بالدفعات الشكلية، قامت الأستاذة زينب الخيار ودفاع المطالب بالحق المدني أختنا حياة ومن حياة بتقدم بأربع ملتمسات، وملتمسات مهمة. لماذا؟ لأن عندما اطلع على جزء من الملف تبين بأن هناك خصائص كبير جدا في التحقيقات أو في مرحلة البحث. هذا الخصائص المثناه في مجموعة من الأمور. الأمر الأول مثلنا في محضرة 98 اللي كنا طلبنا في المرة السابقة ومع المنبر ديالكم كذلك، أننا بغينا المحضرة 98. عندما حصلنا على المحضرة 98 وجدنا بأنه يحمل أولا بعدا ثلاثة تواريخ، كيحمل تاريخ ديال 3 والتاريخ ديال 25 والتاريخ ديال 26، نفس المحضرة فيه ثلاثة تواريخ. ثم لمسنا بأن هذا المحضر نفسه تكلم على ذوك المصرحين اللي قالوا بأنه لقوا الجثة، في تضارب في الأقوال. ثم لقينا واحد المصرحة الرئيسية اللي اكتشفت الجثة، لقينا بأنها بدون رقم تعريف وطني. رغم هذه اللي قالت لي الأستاذة حياة كتبي النعناع، ما عطاتش رقم التعريف الوطني وهي مستفيدة من واحد المشروع سكاني في اطار اعاده ايواء دور صفيح. فكيف استفدتي وما عندكش بطاقه تعريف وطنيه؟ زائد مساله اخرى، انها هي كتصرح ولا ذاك الحارس اللي كيصرح كيقولوا بانها كانت هي واحد السيده اخرى. هذيك السيده مذكوره في المحضر ما تمش الاجتماع ديالها لتاكيد المعلومات اللي عطاتهم هذيك السيده اللي اكتشفت الجثه. مجموعه من المضاربات اعتبروه محضر انشائي ماشي محضر بحث علمي، لان تنتكلموا على تمشيط المكان وجود الجثتين هذيك الغابه، وشنو هي الطريقه التي تم اعتمادها من طرف لجنه الضربه؟ ربما نقدر نقول انه استعملوا الكلاب مدربه ربما. فالاستاذه زينب الخيار، يعني كاين واحد التقرير خص يكون فيه تحقيقات واش كاين في الملف مرفوق بهذا المحضر ديال 98؟ هادشي كله اللي كنتكلموا عليه ما كاينش، هادشي كله ما كاينش. ولهذا الاستاذه زينب الخيار طلبت، التمست من الهيئه انها تطلب السجل
اللي كتدون فيه تيدونوا فيه، حيت اللي معروف ان الدرك الملكي كيكون عنده واحد السجل، ولو انه كيكتب المحاضر كل الخطوات وكل الملتمسات وكل الاجراءات اللي كيديرها كيدونها بخط اليد في واحد الريجستر، وكيتم التوقيع على المسؤول ديال السريه ديالهم لانه كيمشي للقياده العامه ديالهم. فهذاك المحضر هو اللي غلقوا فيه جميع التفاصيل وجميع الاجراءات اللي تمت في مرحله البحث. اذا الاستاذه فيلم طلبات هذه المساله هذه، ثم قدمت واحد الملتمس ديال استدعاء مجموعه من المصرحين. فعندنا مصرحين اللي كانوا مباشرين اللي كاينين في المحاضر، وعندنا طلبنا مصرحين اخرين غير مباشرين تذكر هاد الاسماء ديالهم في المحاضر. ومهم اننا ملي كنتكلموا على واحد الشخص مثلا عنده سلوك عنيف وبانه معروف العنف ديالو، علاش ما استدعينا استمعنا ليه؟ ربما يكون مرتكب الحقيقه لجريمه القتل. ربما احنا دابا حنا تنديروها تخمينات لان النظريه ديال ديكارت تقول الشكل الذي يؤدي الى الحقيقه، فاحنا نشكو من اجل الوصول الى الحقيقه التي نبحث عنها. لا استاذه حياه، لا العائله ديال المتهمين، لا هيئه الحكم، فنحن نبحث عن الحقيقه فقط. لهذا نطرحت التساؤلات. ثم قدمت ملتمس استدعاء شهود. هاد الشهود علم على الشهود، راه ماشي جينا من سمات احنا، راه ماشي مسطين وكنخربقوا، لا احنا نريد استكمال التحقيق للوصول الى الحقيقه. هاد الشهود اللي كنتكلموا عليهم كان واحد رقم هاتف موقع وجود الجثه، تمت واحد المكالمه ما بين واحد السيد والابن ديالو باللاقط الهوائي، لقط بان كاينه مكالمه في المكان اللي تقال فيه الجثه واللي ساكنه فيه مولات النعناع. فمن حقنا ان نستدعيو هذوك الشهود باش نواجههم بهذوك المستجدات، ونواجههم بامور اخرى نخليوها في مرحله ديال المناقشه ديال الملف. ثم كاين اذا ربما هادو الملتمس استقراء واحد جوج، لحد الان في هذا الملف ما عندنا استقراء ديال الهاتف ديال الضحيه تامي بناني، ما عندنا استقراء ديال التقنيه ديال الهواتف، كيفاش واحد ضحيه وما عندنا استقراء ديال الهاتف ديالو؟ ثم عندنا المشابه به الثاني او المتهم الثاني ما عندناش استقراء ديال الهاتف ديالو، وعندنا شخص اخر التقطنا المكالمه ديالو اللي تواصل مع ابن ديالو او شي شخص اخر في عين المكان اللي وقعت فيه جثه، حتى هو طلبنا الاستدعاء ديالو. اذا هذا الشيء كله كيمشي في اطار البحث عن الحقيقه ولا شيء سوى الحقيقه واستكمال التحقيق في الملف باش نعرفوا علاش هذا الشيء كله. راه حنا نتكلم عن النظام العام، راه جريمه قتل هذه، راه تمس بالاستقرار ديال المواطن المغربي بامنه واستقراره وسلامه جسده. اذا حنا كنقلبوا على الحقيقه باش نضربوا بيد من حديد لاي واحد ممكن يفكر يرتكب جريمه قتل. وفي نفس الوقت هذا الشيء يتلائم مع الطلب اللي قدم رئيس الهيئه، كل من ساهم او ساعد لتبيان الحقيقه اكثر في الهدف ديالو بطبيعه الحال باش هو يحقق العداله ضمير مهني حي. يعني هذا عمق الصراحه. عبد الصمد شكرا لك. عندي سؤال مع الام حياه. الام حياه بحكم انك على تواصل دائما مع الاستاذه زينب، الا تلاحظين في التحقيق انه ما درتوش واحد الملتمس هذا كاقتراح طلبوا فيها الضابطه القضائيه اللي كان عندها هذا الملف يحضروا امام السيد الرئيس؟ هذا حقكم يعني من هنا انطلقوا على اساس ابان التحقيقات اللي قلتي فيها اسرار، عطيتيني في الفيديو السابق نبذه اللي فيها مولات النعناع وكاين امور اخرى قلتي لي غير يجي الوقت اللي كنتكلم فيها. ما شاء الله عليك سي يوسف، هذا مخطط كان عندنا هاد التحري هذا ديال الضابطه القضائيه. والله العظيم انا جاني في راسي بناء على هذا الشيء اللي كتقولوا لي، انا ما عارفكم واش كديروا. هذا مخطط حتى هو داخل في المخطط، باش حنا كنا ما نعطيوش كل شيء. ما دار مخطط ان شاء الله باذن الله ضروري. حتى هما شوف قبيله قلت لك اللي عنده علاقه كله من قريب او من بعيد اللي عنده البصمه ديالو في, 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 في الملف كله يحضر يقول لنا شنو عنده. حنا بغيناها تكبر باش تصغر في مره باش ناخذوا حقنا ولا ياخذوا حقهم. هذا الشيء اللي كاين. نعم كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الجلسه المقبله ان شاء الله باش تكمل الصوره اكثر في اطار الدفعه التشكيليه الان. سي عبد الصمد شكرا لك. استاذه زين خيار شكرا لك. صفه ملاحظه. مشاهدينا الكرام هذه هي مستجدات جديده في الملف، نقط مهمه وجوهريه في الموضوع. يبقى الحق بطبيعه الحال الجميع الاطراف انهم يبحثوا بدقه وبادله قاطعه، لان من الطبيعي جدا هذا هو اساس العداله. الدفاع ديال المعتقلين كيتكلموا على المعتقلين اللي حوالي ثلاث سنوات واربعه اشهر وهما في اعتقال فيه نقاش، وكذلك ابعاد الملف
اطار القانوني صك التهام اللي وضع السيد قاضي تحقيق موضوع النقاش بالنسبه لهم. اطراف الموضوع الثاني كيتعلق بالدفاع ديال الحق المدني اللي هي استاذ زين مخيار استاذ علي زيان اللي لهم معطيات اخرى ولهم سياسه ذكيه اللي غينوروا بها العداله في الاخير. ومشكور مره اخرى رئيس الهيئه بالكلام والرسائل القويه اللي وصل للراي العام لتبيان الحقيقه، له سعه الصدر وفتح الباب واعطى الضوء الاخضر لجميع الاطراف يتواصلوا معاه بطبيعه الحال في الجلسه في اي مقترح اللي غادي ياخذوا بمحمل الجد من اجل الوصول الهدف الأسمى في الموضوع.